طيب، نرحب فيكم تاني في مادة الديجيتال كنترول، وبنحاول الآن نكمل معكم في البولز. البولز الكونتريبيوشن تبعاتها عكس الزيرو. لما يكون واحد على W اللي عندي هذه، ايش هيعطيني الاسلوب؟ بدل ما يكون في البوزيتيف بيبقى ايش؟ في النيجاتيف هاند. في الماجنتيود بيعطيني هنا سالب 20 دي بي بير ديكيد، وهنا الافكت تبعتها ات 1، وزي ما حكينا هذا بيبقى من انفينيتي بنتهي عند من بوزيتيف انفينيتي، وبيبدا وبنتهي عند نيجاتيف انفينيتي بالفريكوانسي اللي عندي. من اول فريكوانسي باخذ اسلوب، من وقت ايش ببدا باخذ اسلوب هذا الاسلوب الموجود، يعني بمد الخط عندي لفوق او لتحت في هذا الاتجاه. طب بالنسبه للفيز ايش بعطيني؟ بعطيني ناقص ستريت لاين، ناقص 90 درجه، وببدا من اول الرسمه تبعتي في الكونتريبيوشن زي هيك. طب لو كان عندي الشغله بتختلف شويه، واحد على دبليو بلس بي، كيف الشكل تبعي؟ الشكل تبعي هيكون هنا ات بي، هنا هيعطيني ماينس 20 دي بي بير ايش؟ دكيد. والفيز حبدا بدكيد ايريال، هاي بوينت واحد بي، هاي البي عندي، وهاي التن بي، وبي هذه اللي هي زي ما حكينا اكبر يعني بوزيتيف، هتعطيني السلوب زي هيك. وعند التن بي هتعطيني ستريت لاين، يعني بخلص مفعول الاسلوب بتسعين بناقص 90 درجة، والاسلوب هذا ماينس 45 ديجريز بير دكيد. طب لو كانت بي اكبر من زيرو، ايش اللي حيختلف عندي؟ حيختلف التالي، انه هذا حيصير ايش؟ بالبوزيتيف، وحتمشي عندي زي هيك، يعني هذا حيعطيني ايش؟ بلس 45 ديجريز بير دكيد، بس الباقي كله نفس الشغلة. هذه لايش؟ لبي اكبر من زيرو. كويس هيك. الآن نرجع تاني لرسمتنا، للرسمات اللي عندي. لما يكون عندي complex poles، بالcomplex poles زي ما شفنا قبل شوية، اللي حيصل عندي في الماجنتيود هاخد هاي بي سالب 40 دي بي بير ديكيد، و الفيز زي ما شفنا قبل شوية، خلينا هنا نحطها هاي البي اللي عندي هاي بوينت وان، وهاي التن، او هنا هاي التن بي اللي حيجي عندي هنا في النص تقريبا 90 درجة. حيجي هذه يعني أسهل حاجة تاخدني زي هيك، وهذه إيش السلوب اللي عندي؟ ناقص 90 درجة بير ديكيد، يعني دبل. الآن كل ما لما يكون عندي الدامبنج ريشيو ها فيري هاي، بتصير هذه شكلها كالتالي، وبين هذول التنتين وهكذا، فالشكل عندي بهذه. هذه بصير عندي زي اوفر شوت حسب الدامبنج فاكتور، وهذا البامب اللي بنحكي فيها،
ولما أكون هنا أندر شوت بتيجي عندي بهذه الطريقة. فهذه بالنسبة للكمبلكس. طبعا احنا لما نقول لك سكاتش البودي بلات بديش اياك تعمل هذه الشغلات، خلص الستريت لاين هو اللي بتقبله منك في هذا المجال، فأنا بتقبل الستريت لاينز للهاي. هيك بنبقى غطينا البولز والزيروز والكونستانت كونتريبيوشن للبودي بلات. طب احنا ايش بنعمل بعد هيك؟ نيجي عملية جمع وطرح للسلوبس، يعني بنبدأ من نقطة البداية، بعدها بصير نجمع وين السلوبس اللي جاية بالبوزيتيف وين اللي جاية في النيجاتيف، زي ما هنفرجيكو كمان شوية في هذا المجال، يعني في السلايد اللي جاية. السلايد اللي جاية لو عندي نعمل حاجة، رسمة البودي بلات بتيجي على هذا الشكل. خلينا نحكي هاي صندوقين، هذه بتمثل الماجنتيود للماج، وهذه للإيش للفيز، أو هالماجنتيود عادة نحطه زي هيك ان دي بي. الآن نرسم الخط تبعنا النص. خلينا نتكلم عليها، في عندي خط هيئة واحد بيجي هنا طبعا لوج سكيل، مثلا هذه من بوينت واحد، المسافات تقريبا بوينت واحد، هاي واحد، هاي 10، هاي 100، هاي 1000، هاي 10000، 10 أس 4، وهذه 10 أس 5. هاي زي هيك مثلا، في عندي بول زي هيك، بول زي هيك، هاي ماجنتيود عامل، هاي زيرو، هاي زيرو، هاي بول. فنفس الشيء بالنسبة للفيز، الرسمة شوي بدها، لا هذه بدها مد شوي، هذه وهذه. خلينا بس نرسم للي فوق عشان نبين ايش اللي بحصل والفكرة عندي في هذا. هذا اداكيد بفور، وبتنتهي اداكيد افتر. هذه بتبدأ اداكيد بفور وبتنتهي اداكيد افتر. هاي هذه أتأكد before وبتنت، أتأكد after. هذول الرسمات تبع التلفاز، عشان هيك بتغلب اليدوي، لأنك بدك تكون عندك مقياس رسم نوعا ما بعبر عن الموجود عندك. هاي لهادي نبدأ أدكيت بفور، وهاي هانا نبدأ أدكيت بفور، ماله علق، علقت النت. طيب فاحنا ايش بعد هيك بنعمل؟ بنعمل عملية جمع وطرح للموجود عندي. فجمع وطرح للموجود عندي بدي اجي اطلع عندي، ببدأ هان من وين بادي؟ بادي من النقطة الموجودة عندي هان. فلما بادي من النقطة الموجودة عندي هان، الامور بتبقى اسهل في هذا المجال. في عندي باجي ايش بعمل؟ بطلع عليها وبصير بدي عملية جمع وطرح للنقاط الموجودة عندنا. بناخد بريك الآن لعبل ما
تلقط النت وبنرجع نكمل معكم إن شاء الله.